يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقول قاعدة في الأسماء والصفات، وهي اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات، فهل هذه القاعدة سليمة وجامعة؟ أول شيء، القاعدة دي من اللي ذكرها؟ هل ذكرها العلماء فيما سبق؟ أنا قلت لهم أكثر من مرة: لا تحدثوا شيئا لم تسبقوا إليه، لا تقعدوا قواعد وتضعوا ضوابط لم تسبقوا إليها. كفيتم والحمد لله، كفيتم والحمد لله. لا تجددون شيء في هذا الباب، لأن هذا الباب مزلة أقدام ومظلة أفهام. عليكم بالتمسك بما عليه السلف الصالح، فهم كفوكم المؤونة وبينوا لكم وخطوا لكم المنهج السليم. لا تقعدون من عندكم ولا تضعون ضوابط من عندكم. نعم، ايش يقول؟ يقول هناك من يقول قاعدة، وهي الأسماء، يقول اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات، هل هذه القاعدة سليمة وجامعة في باب الأسماء والصفات؟ أول شيء، من هو اللي وضع القاعدة هذه؟ أنا أقول لكم ما ودنا نجدد شيء ونحذف شيء. ثانيا، إن كان قصده إن الاتفاق في لفظ الاسم لا يقتضي الاتفاق في معناه، هذا صحيح. فاسم الله واسم المخلوق متفقة في اللفظ، لكنها مختلفة في المعنى والحقيقة. اسم الله يليق به واسم المخلوق يليق به، فلا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسميات. هذا ذكر العلماء ما يدل على هذا، ذكروا أنه لا يلزم من وصف الله أو تسمية الله باسم يوافق اسم المخلوق أو صفة توافق صفة المخلوق، لا يقتضي هذا التماثل بين الخالق والمخلوق. الله له سمع، خذ قاعدة، الله له سمع سميع، المخلوق سميع أيضا، أليس كذلك؟ الله جل وعلا بصير، المخلوق بصير. هل يلزم من هذا أن بصر الله كبصر المخلوق وأن سمع الله كسمع المخلوق؟ الله جل وعلا له يدان والمخلوق له يدان، هل يلزم من هذا التشابه؟ لا. الله له وجه، المخلوق له وجه، هل يلزم من هذا التشابه؟ لا، ما يلزم. الاتفاق في الاسم واللفظ لا يقتضي الاتفاق في المعنى والحقيقة. نعم.